حياكم الله. لا دور له في الانتقال السياسي بسوريا، لا مساعدة له على أفعاله، لا تدفق أموال لإعادة إعمار سوريا، لآت أمريكية ثلاث بطلها الديمقراطي إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الذي قال إن ليس أمام الأسد إلا الخروج من السلطة والمحاكمة على الجرائم التي ارتكبها. هل هذه اللاءات هي خيار الأمريكيين الاستراتيجي في سوريا أم معركة تسجيل نقاط حزبية في واشنطن؟ وهل هذا الموقف يعني بشكل أو بآخر نهاية الثورة السورية ومن ثم نهاية تصور السوريين لطبيعة وعمق التغيير الذي يريدونه في بنية النظام السوري وليس في شخص رئيسه فقط بعد 8 سنين من إصرار معمد بالدم والتدمير والاعتقال والاغتصاب ومعمد بالتغيير الديموغرافي والتشريد ووقوف السوريين عراة من أي دعم حقيقي في مواجهة آلة حرب روسية ذكية وميليشيات إيرانية بعد 8 سنين من الإصرار على إسقاط الأسد؟ هل ما زال في سوريا ثورة؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم من برنامج حديث العرب وما يتفرع عنه من محاور. أهلا بكم. منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية عام 2011 والشعب يطالب بالحرية والكرامة وإسقاط النظام، وسرعان ما انتشر الحراك السلمي ليشمل الجغرافيا السورية بأكملها خلال مدة قصيرة، لكن نظام الأسد واجه الحراك الشعبي السلمي بالقمع والقتل والاعتقال والتعذيب الوحشي. استمرت الثورة السورية في نهجها السلمي الجماهيري إلى أن قام النظام بإنزال الجيش لضرب التظاهرات وحصار المدن، ليظهر بعد ذلك الصراع الدولي على سوريا التي شهدت سلسلة من التحولات السياسية والمتغيرات الميدانية بتأثير العوامل الخارجية والفواعل الدولية والإقليمية التي جعلت من السوريين الحلقة الأضعف، وليبدأ مع هذا الصراع سباق المصالح الدولية التي لا تعير أهمية لمطالب الشعوب وتطلعاتها. المتظاهرون جددوا مطالبهم بإسقاط النظام وعدم التراجع عن مطالب الحرية والكرامة حين خرج آلاف السوريين في العديد من الدول وفي مناطق شمال وشمال غربي البلاد ومناطق أخرى في تظاهرات حاشدة إحياء للذكرى 8 للثورة السورية، وعبر المتظاهرون عن رغبتهم في الاستمرار في الثورة ضد النظام حتى إسقاطه ومحاسبة رموزه على الجرائم التي ارتكبها بحق المواطنين. من جانبها أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا أكدت فيه أن الحل العسكري المدعوم من روسيا وإيران لن يؤدي إلى إحلال السلام، لكنها أشارت إلى عدم مشاركتها في إعادة الإعمار بسوريا إلا بعد إطلاق عملية سلام حقيقية، على حد وصف البيان الذي تطرق أيضاً إلى وجود نحو 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن ما يقرب من 11 مليون نازح غير قادرين على العودة إلى بيوتهم، وأن قمع النظام السوري للشعب لم ينتهي بعد. ينضم إلينا الأساتذة معي في الاستوديو عبد السلام البيطار رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الوئام، وعبر سكايب من باريس باسل العودات رئيس تحرير شبكة جيرون الإعلامية، وعبر الهاتف من لندن بسام جعارة الكاتب الصحفي. أهلا بالجمع الكريم مع حفظ الألقاب. نبدأ بالاستوديو. كانت ثورة شعبية خالصة بين طرفة عين وانتباهاتها، صارت صراعا دوليا وإقليميا على مصالح متشعبة في سوريا، ماذا حصل وكيف حصل ذلك؟ نعم، بداية نشكر القناة ونعزي أهالي الضحايا الذين سمعنا عنهم لقوا حتفهم في العراق اليوم، حقيقة في هذا اليوم يوم الأم التي يعني نوجه لها تحية إكبار صانعة الرجال إلى كل أم شهيد وأم معتقل وأم
في سوريا وفي كل العالم. نعم. سؤال، هذا السؤال يحتاج إلى شقين. الثورة السورية عندما بدأت لم تبدأ لتنتهي حتى تسقط نظام الفساد والاستبداد وما شابه ذلك. المصالح التي كانت تتعلق ومرتبطة بالدول أو بشكل عام، سواء دول الجوار أو الدول الغربية، هي كانت مصالح موجودة في زمن حافظ أسد وبشار أسد في نفس الترتيب الذي كان يرتب إليه من ضياع الأموال ونهب المقدرات والفساد المستشري في ذلك الوقت. لما انطلقت الثورة السورية يا سيدي، انطلقت وخاف الغرب من انطلاقتها لأنها هددت مصالحهم. المصالح كانت موجودة وفي ترتيب كان مسبق مع النظام القديم، حماية إسرائيل، تلبية مصالح وعقود مبرمة كانت مع روسيا، العلاقات التاريخية مع إيران والعقدية والإيديولوجية كانت موجودة. عندما قامت الثورة السورية قامت ضد كل هذا، ضد الفساد والاستبداد والمصالح والمحسوبية. فانطلاق الثورة السورية فجر تلك الأزمات وأخرج ما كان مكمون من فساد ومن استبداد ومن ظلم، فخرجت هذه الدول سواء كانت دول على المستوى الإقليمي أو المستوى الجوار أو مستوى الغربي البعيد لتدافع عن مصالحها في سوريا. فهذا لا يتناقض أبداً، المصالح هددت، لذلك قاوموا الثورة السورية، والثورة السورية ما زالت مستمرة وإلى الآن باقية. طيب، لكن كان السوريون بثورتهم يمكن أن يملأوا، أن يعني يقدموا مقاربة مع أصحاب هذه المصالح الإقليمية والدولية، بحيث يقولون إن هناك من يستطيع أن يضمن مصالحكم من دون أن تمس مصالح السوريين أنفسهم. لماذا لم يقدم السوريين هذه المقاربة؟ يعني كما قلت لك، بين طرفة عين وانتباهتها صار كل شيء خارج يد السوريين، صارت الدول الإقليمية والدول الغربية والشرقية تبحث عن مصالحها في سوريا من دون أن يكون هناك أي مصلحة ظاهرة محصلة للسوريين على الأرض. تمام، هذا السؤال ينقلنا إلى شيء آخر، هو النزاع على المصالح. أصبح هناك تنازع على المصالح من أجل تقطيع تلك الكعكة التي ظنوا أنها تكون سهلة عليهم. نزاع من على نزاع أمريكي، نزاع روسي، نزاع إسرائيلي، نزاع إيراني، نزاع حتى دول الجوار لهم مصالح. منهم من كان يخشى من الثورات المضادة في بلاده فقاوم تلك الثورة، ومنهم من أراد أن يحصل على الحصة الأكبر فبدأ يقاوم. والسوريون لم يكونوا يتصارعوا على السوريون كانوا موجودون وبدأوا يتصارعوا على المناصب فيما بينهم. السوريون قضية أخرى، السوريون بدأوا في الثورة السورية، والثورة كما تعلم هي سلمية، بعد ذلك ما زالت سلمية حتى أجبرها النظام على الخروج إلى الدفاع عن النفس والدفاع عن الممتلكات والدفاع عن الأرض، واستمرت حتى من تأسيس المجلس الوطني. من الذي دعا إلى تأسيس المجلس الوطني؟ أكثر من 70 دولة قامت واعترفت بالمجلس الوطني كممثل شرعي ووحيد، لكن المجلس الوطني بكل تشكيلاته بكل مكوناته لم يحقق مصالح المجتمع الغربي كما كان يحققها بشار الأسد. لكن ما هي المصالح؟ نحن يعني خلينا نبحث هنا في 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 اصل الموضوع، ما هي المصالح التي يريدها المجتمع الغربي؟ يريد العلاقة الحميمة مع إسرائيل، ترك ما كان على ما كان من عقود ومن فساد ومن مصادرة الأموال التي كانت لا يعلم عنها السوريين شيء، البترول والنفط والغاز وما شابه ذلك، الأموال المسلوبة، كبت الحريات، انتشار الفساد، هذا موجود. هذا ما يريده الغرب، أن يبقى على مكان. لكن الثورة عندما قامت قامت ضد الفساد وضد المحسوبية، قامت من أجل حرية الإنسان. هذا لا يريده الغرب، لأن الحرية ستقضي على مصالحهم. بينما في المقابل نحن كسوريون وكسياسيون وكالذين قاموا في هذه الثورة واجتمعوا في تنسيقيات وفي لقاءات وفي أحزاب وفي تيارات، قدموا كثير من العروض وساهموا في إيجاد كثير من الحلول، وكانوا على جاهزية لقبول أي طرح وأي فكرة تساهم في حل سياسي. نعم. لحقن دماء الشعب السوري لا لبيعها، لكن المجتمع كان له أجندات أخرى سواء على مستوى كما قلنا القطري أو الإقليمي أو الدول الجوار. بعد قد يقول قائل، بعدما استمع لما تفضلت به، بعد 8 سنين ما زالت النخب السورية تقدم مقاربتها للمشكلة في سوريا على أساس المؤامرة الكونية على السوريين، وهي مقاربة شبيهة لكن من الطرف الآخر بمقاربة النظام الذي يقول، سواء كان صادقا أو غير صادق فيما يقول، بأن هناك مؤامرة كونية عليه. دعني أسأل مرة أخرى الأستاذ بسام جعارة في لندن، أحييك مرة أخرى
في البداية بعد مدة أشهر من انطلاق الثورة السورية، دعم الأمريكيون ومن بعدهم البريطانيون والفرنسيون الجيش الحر بأسلحة وأسلحة خفيفة وبعض الصواريخ المضادة للدروع إلى آخره. ثم في ذات الوقت كان النظام والروس والإيرانيون يطبخون طبخة تحقق مصالحهم، ظاهرهم كان الوحدة في الموقف والوحدة في القرار والأداء على الأرض، بينما المجلس الوطني الذي كان يعبر عن إرادة السوريين في ذلك الوقت كان منهمكا، أطيافه وأحزابه وجماعته منهمكة، يعني حتى النخاع في تحصيل مكاسب إما حزبية أو فردية. هل هذا الوضع برأيك كان سببا في يأس الغربيين من ملء أي فراغ سلطة محتمل في سوريا، وبالتالي تحول الأمر إلى مصالح لهم بدلا من دعم السوريين في إسقاط نظام الأسد وتأمين مصالحهم في مرحلة لاحقة؟ يعني اسمح لي بداية أحييك وحي ضيوفك الكرام، أهلا وسهلا، حي شعبنا. اللي بدي أقوله أنا بختلف معك فيما جاء في السؤال. رح أذكر بأمرين مهمين جدا. أنت تحدثت قبل قليل عن مؤامرة كونية. اليوم وأمس وأول أمس كان الطيران الروسي يقصف حلب وإدلب وريف حماة، وكان الطيران الأمريكي يقصف دير الزور، والطرفان يتسابقان لارتكاب المجازر. أنا بدي أرجع للبدايات ولصحح مسألة الموقف الداعم للشعب السوري. كنت أقول منذ سنوات طويلة من يملك مثل أصدقاء الشعب السوري لا يحتاج إلى أعداء. وبدي أذكر جميع بأمرين مهمين جدا. في نيسان 2011، يعني بعد شهر من انطلاق الثورة، اجتمع السفير الأمريكي فورد بالمعارضة في بيت رياض سيف. ماذا قال لهم؟ قال لهم لن نقدم لكم دعما، لن نسمح بإسقاط النظام عسكريا، لن وضع مجموعة من اللاءات تشير بوضوح إلى حقيقة الموقف الأمريكي. على الطرف الآخر بعد تشكيل المجلس الوطني جاء السيد بران غليون إلى لندن والتقينا مع ويليام هيك وزير الخارجية البريطاني. لم يكن وقتها لا جبهة النصرة ولا تنظيم الدولة على الإطلاق. ماذا قال ويليام هيك؟ قال ثورتكم خطفت واستولى عليها إخوان المسلمون. وحاولنا أن نصحح، بمعنى أن هناك موقف مسبق يريدون أسلمة الثورة لكي يبرروا تخاذلهم عن دعم الشعب السوري. اللي بدي أقوله بشكل واضح، هذا الدعم العسكري والمالي الذي قدم من الدول الإقليمية والخارج، يعني أوروبا وأمريكا، كان له هدفان. الهدف الأول منع الحراك الشعب الداخل من فرض قياداته التي يمكن من خلالها تشكيل قيادة ثورية في الداخل تكون هي الممثلة للحراك الثوري، وأراد أيضا من خلال الدعم العسكري تحويل إنشاء ميليشيات، كل ميليشيا تتبع إلى بلد وتنفذ أجندة بلد، وهذا ما حصل فعلا. بمعنى كان مطلوب ضرب الثورة السورية من الداخل، وهذا ما جرى فعلا. هذا الكلام لا يعني أنني أخون المجلس الوطني أو بقية التنظيمات أو التشكيلات التي ظهرت بعد، ولكن بدي أقوله بكل وضوح أن الثورة خطفت منذ اليوم الأول من خلال الدعم المشروط الذي قدم من الناس. على سبيل المثال، لماذا منع جيش الإسلام من دخول دمشق؟ لماذا أجبر الجيش الحر على الخروج من كسب؟ لماذا منعوا دخول الجيش الحر إلى اللاذقية؟ في أكثر من 7 حالات كان النظام سيسقط، وخاصة عندما تم الزعف من المنطقة الجنوبية باتجاه دمشق، كان الشباب وصلوا إلى مشارف الغوطة الغربية وتدخل الأمريكان. لتاريخ اليوم، إذا جربت أن تقصف بلدة لها طابع طائفي أقلوي، تدخل الأمريكان، تدخل كل قوى العالم لتقول أن هذا يدخل ضمن قائمة. لماذا أستاذ بسام؟ أقول لك ليش. هذا النظام الذي عرفناه والذي حكم سوريا حوالي نصف قرن كان يقدم الخدمات للجميع، يعني بمعنى آخر كان حلبة لروسيا ولإيران
وكان ايضا حلب الغرب. وانا راح اذكر الجميع ان حتى معتقلي غوانتنامو تم التحقيق معهم في دمشق، لانه لا يوجد احد يمكن ان يحاسب هذه العصابة التي تحكم دمشق عن استخدام اساليب التعذيب لانتزاع الاعترافات. طيب استاذ بسام، يعني انت تغرق في نظرية المؤامرة مثل ضيفي هنا في الاستوديو. طيب الاسد حسب ما افهم من كلامك انه وكذلك الاستاذ البيطار كان يقوم بدور وظيفيا كبير للقوى الغربية صاحبة المصالح في المنطقة، لكن مبارك كان ربما اكثر من ذلك، وهو يحتل منصبا اهم ما يحتله بشار الاسد. دولة مثل مصر وبثقلها السياسي والاستراتيجي كان تقريبا يعني متحالفا مع الغرب، ومع ذلك تنازلوا عن الرجل. لماذا في سوريا؟ خليني أذكر شو اللي قاله نتنياهو منذ الأيام الأولى للثورة. إذا عدنا إلى الصحف الإسرائيلية وارد تحديدا تقول أنه قال حرفيا بعد أسبوع نحن لسنا أمام ربيع عربي لأنه سيتلوه خريف إسلامي. هذا ما قاله حرفيا. سارع فورا إلى الذهاب إلى موسكو وإلى واشنطن ليقول للجميع احفظوا الاسد. نحن نعرف جميعا، انا لا اتحدث عن نظريه مؤامره، 40 سنه ويشتغل كلب حراسه للحدود الاسرائيليه، ماذا تريد اسرائيل اكثر من ذلك؟ بدي اسال ايضا، هل اسرائيل لا تستطيع ان تقنع واشنطن وموسكو بما تريده؟ هي فعلت ذلك، واللي بدي اقوله رغم ذلك كله ما الذي جرى؟ هزم بشار الاسد جر هزيمه. نعم. جيشه تحول الى ميليشيات. جاءت ايران، هزمت إيران رغم اعتراف قائد الحرس الثوري الإيراني بوجود 100,000 مرتزق في سوريا. طار قاسم سليماني إلى موسكو واستنجد بوتين، وجاءت الأربية الروسية لتقتل. ماذا قال بوتين؟ قال أن القضية ستنتهي خلال 3 أشهر. نحن اليوم 3 سنوات، هل انتهت؟ أكثر من ذلك، أنا بدي أفترض استطاعت روسيا احتلال إدلب، هل ستنتهي؟ سؤال آخر، هل يستطيع بشار الأسد أن يحكم سوريا الآن؟ طيب هذه الأسئلة كلها سأعيد طرحها في مرحلة متقدمة من الحلقة، لكن أنت قلت قبل قليل أنه من يملك مثل أصدقاء سوريا فلا حاجة لأعداء، لكن على الطرف الآخر ثمة من يقول بأن الثورة بأن نظام الأسد إذا ما كان يملك مثل هذه المعارضة فإنه لا يحتاج إلى أعداء. أحيل هذا السؤال إلى الأستاذ باسل عوداد الذي أحييه مرة أخرى معي عبر سكايب من باريس. أين أخطأ السوريين وما اللحظة الحاسمة التي حرفت المسار كله؟ أهلا بك وبضيوفك. واستمعت لما قاله ومع طبعا تقديري واحترامي له، إلا أن هناك جانب لم يتم تسليط الضوء عليه طبعا، وهو أخطاء المعارضة. ولكن من حيث المبدأ تسليط الضوء على أخطاء المعارضة لا يعني بالمطلق تبرئة النظام من جرائمه التي لن نخوض بها كم هي كثيرة، ولا الإشارة إلى أنه الأفضل أو لا يوجد بديل بالتأكيد، ولا يعني انتقاد الثورة وقيمها وضرورتها. نعم. هذا من حيث المبدأ واضح. هذا أو لكن بالتأكيد كما يقول الأساتذة أن هناك مصالح دولية كبيرة اشتبكت في سوريا ووجدت لها أرضا ممتازة بهذه البقعة الاستراتيجية من العالم لتحاول أن تكسب أكبر ما يمكن لمصالحها واستراتيجيات. ولكن لابد أيضا من، وطبعا نعرف أن النظام هو نظام شمولي ديكتاتوري تمييزي فاسد إلى آخره، كان مستعد أن يدمر كل سوريا من أجل أن يبقى في الحكم، أيضا هذا نفهمه. لكن الشيء الآخر الذي لم يتطرق له الأساتذة وهو المعارضة السورية بحد ذاتها، أين أخطأت؟ هذه المعارضة وهذا الأمر في غاية الأهمية، الانتقاد الدائم للذات. هذه المعارضة للأسف الشديد ورثت بعضا من أمراض النظام. هذا النظام الذي حكم سوريا 5 عقود ونيف دمر الحياة السياسية حقيقة، وأمر طبيعي أن ترث المعارضة هذه الأمراض. لابد من ملاحظة، أنا مع احترامي لكل ما قاله وبالتأكيد السبب الأساسي لوصول سوريا لما وصلت عليه من دمار شامل هو النظام السوري، لكن أشير إلى أشياء لابد من الإشارة إليها بالمعارضة السورية. منذ الأشهر الأولى للثورة فقدت على ما يبدو المعارضة السورية توازنها،
اعتقدت أن نظاما مثل هذا النظام الشمولي الأمني الذي حكم سوريا بالنار والحديد يمكن أن يزول بسهولة، هذا هكذا اعتقدت، وصارت تنظر إلى أن سقوطه سيكون سريعا جدا، وبعض بعض رجال المعارضة كان يقول أيام، ولم ترسم استراتيجيات متوسط المدى وبعيد المدى، واستخدمت خطاب يمكن وصفه بالشعبوي، وقادها الشارع بدلا من أن تقودها. هذه أخطاء قاتلة بالنسبة للمعارضة السورية. ثم راهنت على الخارج كثيرا أكثر مما تراهن على الداخل، أهملت الأنشطة المدنية، أقصد في البدايات أهملت الأنشطة المدنية والإضرابات والعصيان المدني لكن وإلى آخره. معذرة أستاذ باسل، يعني إذا أردنا أن نصيب الموضوع بشكل أكثر عمقا بعيدا عن القضايا المدنية، يعني المعارضة في سواء في المجلس الوطني أو بعد ذلك في الائتلاف لم يكن لديها برنامج سياسي، ولم يكن لديها هيئات أو جماعات أو أحزاب منظمة، إلا اللهم ربما إلى حد ما الإخوان المسلمين الذين ومع ذلك في المجلس الوطني حوربوا، ومجموعات انشقت عن المجلس الوطني، حتى إنه يقال إن الائتلاف بقدره وجلاله شكل من أجل إضعاف ما يسمى سلطة الإخوان داخل المجلس الوطني. هذا الاحتراب الداخلي إلى أي مدى خلق ثغرة كبيرة لم يستطع أن يملأها المعارضون في سوريا؟ يا سيدي، هذا هو صحيح هذا الأمر، وهذا إن كنت تريد الحديث عن المجلس الوطني ولا سواء الائتلاف، كليهما مثلا ابتهجا عندما تسلحت الثورة وتسيد أمراء الحرب، مع أن أمراء الحرب هؤلاء كل الجميع يعرف أنهم قصيروا نظر سياسيا وعسكريا، وأساسا بدأت الثورة وقامت للتخلص من الحكم العسكر، فلنبتهج بالعسكر. ثم سهلت هذه المعارضة السورية، كليهما أيضا أقصد المجلس الوطني وربما الائتلاف، سهلوا للإسلام السياسي وغطوا الطرف عن أخطائه، رغم أنهم يعرفون أن هذا الإسلام السياسي سيؤدلج كل شيء، وهذا ما حصل. اهتمت المعارضة كلاهما المجلس الوطني والائتلاف، اهتموا بالمال السياسي السهل والخارجي، ونسوا أن السوريين هناك رؤوس أموال قادرة على تمويل الثورة ذاتيا لو أحسنوا قيادة هذه الثورة. نقطة في غاية الأهمية أشرت إليها أستاذ باسل، وهنا أريد أن أحيل هذا الكلام وأبني عليه لأسأل الأستاذ عبد السلام. هناك رؤوس أموال سورية يمكن كانت أن تغطي كثيرا من الحراك العسكري في الداخل السوري، لكن السوريين اختاروا بملء طوعهم أن يضعوا كل بيضهم السياسي في سلة الأصدقاء والداعمين. هناك من يقول أن هذه النقطة الحاسمة هي التي بدأت في حفر القبر للاستقلال السوري، استقلال الثورة السورية في قرارها. نعم، هذه القضية ليست كما وصفت تماما. الحقيقة الثورة السورية لم تخرج من أجل المال، ولم تخرج من أجل الطعام ولا الشراب ولا لم أتكلم عن هذا، أتكلم عن المعارضة السورية وحتى بعض أمراء الفصائل في الداخل قبلوا بالتمويل الخارجي واستندوا بالكلية على الدعم العربي والإقليمي وأصدقاء سوريا، وبالتالي لم يعد لهم قرار لأنهم صاروا يعملون بحسب الإمداد بحسب التمويل. أولا بداية حالة طبيعية، نحن عندما لابد أن نعود إلى الخلف قليلا، الثورة السورية بمعناها ثورة لم تكن منظمة، لو كانت منظمة كانت تسمى حزبا أو تيارا أو مؤسسة. نعم. التيارات والأحزاب والتنظيمات كلها كانت ملغية من 4 عقود، لم تعرف سوريا ممارسة العمل السياسي ولا التثقيف السياسي حقيقة، لأنه كان كلياته بيد حزب البعث فلم تمارس وكانت، فلذلك سميت ثورة. الثورة من الحالة الطبيعية أن تكون هكذا، تخرج بدون تنظيم، تخرج بدون ترتيب، بدأت تترتب، بدأت تتنظم، تشكلت، تهيكلت، تشكل منها كثير من التجمعات في بداية الثورة حتى استقر الأمر على المجلس الوطني. بالمناسبة المجلس الوطني الدعم الأكبر والأكثر كان بجهود ودعم ذاتي ودعم مباشر من أشخاص ورجال أعمال سوريون، لم يتلقوا دعم من الخارج، ومع ذلك حوربوا بعد أن اعترفت بهم الدول، حوربوا لأنهم لم يحققوا مصالح الدول كما ذكرت في البداية. الدول الغربية ليست لها إرادة في تغيير بشار الأسد في البداية، فهي التي من حاربت وهي التي من أرسلت المال إلى ضعفاء النفوس في الداخل. نحن لا ندعي الكمال، المعارضة هي أنت وهو ونحن وأنا وكلنا معارضة، ولكن لا ننسى كذلك أن بشار الأسد قد أرسل الكثير
وزرع الكثير من العملاء ومن الخونة ومن حتى من دول العالم. لم تبقى دولة في العالم إلا وأرسلت أجهزة مخابراتها إلى الداخل في سوريا ليطعنوا في هذه الثورة وليصنعوا البلبلة والبلابل. ومع ذلك ومع كل هذا صمدت الثورة، والثورة مستمرة الآن 8 سنوات. لكن الآن هل انتهى الصراع في سوريا وحصل كل فريق على نصيبه، وإن هي إلا أيام أو أشهر حتى توضع اللمسات الأخيرة؟ إليكم فاصل قصير على أن نعود بعده لاستئناف الحديث. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله مشاهدينا الفاضلين، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الثورة السورية وهي تدخل عامها 9. أذهب إلى لندن أستاذ بسام. البارحة قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وهو شخصية مهمة، إليوت إنجل، قال اللآت الثلاث، وركز على أنه ليس أمام الأسد إلا الذهاب إلى محكمة، الخروج من السلطة والذهاب إلى محكمة لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها. هل هذا موقف استراتيجي أمريكي، أم أن الموقف الحقيقي الأمريكي هو ما يعبر عنه بشكل أو بآخر في مراكز الأبحاث وعبر وسائل الإعلام من أن الأمريكيين لا يمانعون في بقاء الأسد بناء على رغبة إسرائيلية أصيلة، بشرط أن يبعد إيران وميليشياتها عن حدود إسرائيل، عن سوريا كلها؟ ما حقيقة الموضوع؟ يعني اسمح لي أقول بشكل واضح، هذا كلام يذكرنا بكلام الأمريكي السابق بأن أيام الأسد معدودة، وكنا نعرف تماما أن هذا كلام كذب. وكان الاختبار الكبير عندما تم استخدام الكيماوي في غوطة دمشق، ماذا فعلت أمريكا؟ نعرف تماما أن من سمح لإيران بالهيمنة على سوريا هو أوباما وليس أي طرف آخر. دفعنا ثمن الاتفاق الذي جرى رغم وجود قرار أممي يمنع نقل السلاح والعداد من إيران. دونالد ترامب لكي ينقلب عليه أستاذ بسام، دونالد ترامب رفع شعار أمريكا أولا، بمعنى على حساب الجميع، على حساب الشعب السوري وغيره. نحن لا نثق بالكلام الأمريكي على الإطلاق، ومنذ اليوم الأول للثورة كنا نقول أن الإدارة الأمريكية عدو للشعب السوري، وما كان حد يصدقنا. اللي بدي أقوله الآن بشكل واضح، إلى الآن لم نرى موقفا أمريكيا واضحا تجاه مسألة إزالة هذا النظام. لو كان هناك موقف أمريكي حقيقي وجدي لما سمحت أمريكا لروسيا أن تفعل ما فعلته في سوريا. نحن نعرف تماما ما الذي جرى في أفغانستان، أرسلوا مضادات صواريخ فهدمت. ولكن ما الذي جرى عندما كانت روسيا تفتك وتقتل بالشعب السوري؟ كان الأمريكيون على الطرف الآخر يمنعون وصول السلاح إلى الشعب السوري. إلى تاريخ الآن لم نسمع أو نرى موقفا أمريكيا يقول لروسيا عليك أن تخفي المجازر، عليك عليك عليك، أن هذا النظام مجرم حرب مدان ارتكاب مجازر. بل نرى سباقا أمريكيا روسيا على ارتكاب مجازر. اللي بدي أقوله وهذا كلام أكيد، الصراع طويل، القصة لم تنتهي، بل أستطيع أن أقول ما زلنا في بداية الصراع، إلا إذا حدثت مفاجأة كبرى في هذه الأنظمة الفاشية الدكتاتورية. ممكن أن تحدث أمور متسارعة كما جرى في رومانيا مثلا، سقط النظام خلال ساعات. بل الآن ما هو المطلوب؟ إسرائيل تعتقد أن سوريا هي الحديقة الخلفية لها، وبالتالي استطاعت أن تقدم إنجازا مهما، حولت الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع سني شيعي بمساعدة إيران، بمعنى ما أرادته إسرائيل نفذته إيران. أيضا تريد إسرائيل تدمير سوريا لتصبح الجولان ملكا بشكل نهائي، أيضا تحقق. دمار سوريا مطلب إسرائيلي
تحقق حتى الدول الصغيرة مثل لبنان، يعني اليوم يسيل لعابة على إعادة الأعمار هي والأردن وبقية الدول الصغيرة الأخرى. اللي بدي أقوله بشكل واضح، من المبكر جدا الحديث عن نهاية الصراع. وأنا بدي أذكر تماما ما الذي كان في إيلول سبتمبر 2015 عندما دخلت قوات الروسية، قالت روسيا أن النظام كان سيسقط خلال أسابيع. هذا يعني أنه رغم هزالة المعارضة السورية ورغم كل الأخطاء التي وقعت على الساحة من 2011 ل 2015 كان النظام ساقط. اليوم ما هو وضع بشار الأسد؟ هل يوجد جيش؟ الجيش تلاشى. هل توجد سيادة؟ لا توجد سيادة، يتم سحبه إلى إيران إلى موسكو. أستاذ بسام لو أذنت لي، يعني مسألة انتهى الصراع من عدمه نريد أن نحررها أكثر، نريد أن نخوض فيها أكثر، وسأعود إليك بعد قليل، لكن أريد أن أنتقل إلى باريس لأسأل أستاذ باسل، هل بالفعل بدأ صراع طويل طويل الأجل غير معروف مداه، أم أن الصراع في سوريا انتهى وذهب كل فريق بما لديه فرحا؟ أمريكا ستبقي 400 جندي، منطقة حكم ذاتي أو شبه حكم ذاتي عبر لا مركزية، الحكم في سوريا للأكراد بعيدا عن الحدود التركية، إقامة منطقة آمنة يحتشد فيها اللاجئون السوريون في تركيا، أما والنظام يسيطر على غرب وجنوب سوريا والساحل طبعا، بينما إدلب تبقى عالقة. هل هذا هو الأمر انتهى هكذا الصراع، أم كما يقول أستاذ بسام لا ما زال الأمر طويلا؟ لا، أنا أؤيد الأستاذ بسام، لأن لم يحقق أي من الأطراف ما يريدون في سوريا، حتى روسيا التي تدعي أنها بات لها النفوذ الأكبر في سوريا هي لا تستطيع أن تفرض ما تريده، خاصة بوجود الكم الكبير من اللاعبين الدوليين والإقليميين والمحليين أيضا، وكذلك تلك المناطق المشوهة المقتطعة من سوريا سواء التي يسيطر عليها الأكراد أو ما تبقى للمعارضة المسلحة المسكينة من شمال سوريا. هذه مناطق ليس لديها مقومات العيش، هذه المناطق ستبقى منطقة قلقة ومعرضة للانهيار بأي لحظة ما، وحتى وربما وحدها إسرائيل التي صحيح لم تحقق أي شيء مباشر، لكنها هي السعيدة بأن الجميع يخسر في ما يجري في سوريا. أعتقد أن المسألة ما زالت لم ترسم ملامحها، حتى هذه منطقة ليست سهلة، منطقة سوريا ليست فقط مجرد مساحة جغرافية، هي منطقة استراتيجية على مستوى العالم، هي قلب الشرق القديم، هي المتوسط، هي الشرق الأوسط، وهي منطقة مفتاحية بالفعل لكل هذه الأطراف. الجميع ما زال قيد المنافسة وقيد الصراع. نعم. ربما الآن أو شكنا أن ننتهي من الثورة المسلحة فقط لا غير، الثورة المسلحة طبعا بفضل التجارب الروسية على الشعب السوري العسكرية التي أبادت عدد غير محدود من السوريين، أو الانفلات الإيراني أو عنف النظام السوري، استطاعوا أن ينهوا الثورة المسلحة، وربما على السوريين أن لا يأسفوا كثيرا لانتهاء هذه الثورة المسلحة. فللثورة دائما أوجه كثيرة يمكن العمل فيها، لكن هذه الأوجه يعني نريد أن نرحلها للمحور الأخير ليس الآن، لكن لو أذنت لي أن أخذ منك الحديث وأنقله إلى الأستاذ عبد السلام معي في الاستوديو، يعني بعد 8 سنين كما سمع ضيفنا من لندن يقول أن كل فريق حقق ما يريد، بينما في باريس مع باسل قال لا لم يحقق أحد بعد ما يريد، بعد 8 سنين من الفائز ومن الخاسر المنهزم في سوريا حتى الآن؟ قبل أن أجيب أريد أن بس أرد في كلمات تعليق وتعقيب وتوضيح. الثورة لا تسمى ولا يوجد أنها ثورة مسلحة في سوريا، الثورة في سوريا ثورة سلمية وعلى مدار 8 سنوات والثورة مستمرة، هذا أولا. ما حصل من استخدام السلاح هو مقاومة، والنظام هو من أجبر، الروس الإيرانيون هو من أجبروا على حمل السلاح للدفاع عن نفس فقط لا أكثر، ولكن عندما تتاح فرصة للشعب السوري ليعود إلى سلميته فهو يعود إلى سلميته، كما يحصل الآن من عودة الثورة مرة أخرى تعود إلى نتكلم فيها لاحقا. طيب.
لكن إجابة على هذا السؤال، لا يوجد هناك. القضية النصر والهزيمة قضية نسبية أستاذ جهاد، قضية نسبية لا شك. نحن السوريون، الشعب السوري خسر الكثير، أكثر من 1,000,000 شهيد عندنا، مئات الألاف من الجرحى، المعتقلين، النازحين، اللاجئين، الكثير خسرنا، الموارد الطبيعية، البيئة، الدمار الذي حصل في سوريا هو خسارة لا شك، لكن كذلك هناك كثير من علامات النصر، العبودية والفساد والاستبداد الذي كان يعيشه المواطن السوري على مدار 4 و5 عقود بدأ يتلاشى. الخوف، كيف بدأ يتلاشى؟ الآن النظام يسيطر على 70% من سوريا، تعيش أوضاعا أسوأ مما كانت عليه يا سيدي. هذه السيطرة فقط نسبية ليست حقيقية. السيطرة الحقيقية الآن للشعب السوري، بدليل أنه بعد 8 سنوات من المفاوضات اللي حصلت وخروج من خرج من درعا ومن الشام ومن حمص، الثورة السورية الآن، أرجو المعذرة، إذا سمحت لي حديثا منطقيا، يعني النظام الآن يسيطر على 70%، أنا أقول لك المنطق، والناس هنا تعيش الجحيم في داخل مناطق. كيف نفسر أن درعا الآن على شفا انفجار آخر لثورة أخرى سلمية، عندما أرادوا إعادة تمثال حافظ الأسد في درعا وقامت وهبت درعا، والآن هي على وشك الانفجار. لماذا هذا يحصل؟ هذا إن دل فيدل على أن الثورة ولادة، الثورة السورية سلمية ولادة وهي مستمرة ولا تنتهي، والنظام ليس له حكم ولا تسلط. لولا القصف الروسي ولولا التدخل الإيراني، النظام ليس له أي وجود ولا أي تدخل ولا أي، مجرد هو أداة أو شرطي يستخدمونه لتحقيق مصالحهم في الداخل السوري. نريد أن نبحث الخيارات المطروحة أمام السوريين بعدما يبدو أن ضيوفنا الثلاثة اتفقوا على أن الصراع لم ينتهي وأن السوريين لديهم لما يقولوه، لكن نريد أن نبحث هذا بعد فاصل أخير. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذ بسام، في سياق ما يملكه السوريون من خيارات الذي هو حديث مرتبط بالأسباب، أسباب ما الثورة التي وجدت نفسها في مأزق اليوم، هل ثمة من يقول إن الوعي السياسي هو الثغرة التي أتي منها السوريون وثورتهم؟ هل بعد 8 سنين وهذه التجارب المريرة السوريون اليوم يمتلكون وعيا سياسيا كافيا من خلاله يواجه المرحلة المقبلة؟ يعني خليني بس صوب أمر، أنا لم أقل أبدا أن كل طرف اكتفى بما حصل عليه، هذا أولا. ثانيا أتحفظ على مسألة أو على قولك، مع احترامي طبعا، أني النظام يسيطر على 80%. النظام سقط سقط سقط. اليوم تتحدث عن أمر آخر مختلف، تتحدث عن احتلالين إيراني وروسي. بمعنى آخر، هل يستطيع بشار الأسد أن يقول كلمة واحدة فيما يتعلق بأوضاع درعا أو أوضاع السويدة أو أوضاع أي مكان آخر؟ هو مجرد رمز لإعطاء اشتراعية للاحتلالين الروسي، وبالتالي النظام سقط منذ أن أطلق النار على شعبه. ومرة أخرى بتكف، في عام في إلول 2015 كان ساقط، وعندما كان سيطر فقط على 23% من الأرض السورية لم نقل انتصر. أنا بدي أقول بشكل واضح، هذا النظام خلينا نقول سقط. اليوم المعركة تغيرت من ثورة ضد نظام فاشي مجرم إلى مقاومة ضد احتلال لم تبدأ بعد بشكل مطلوب على الإطلاق. لكن أستاذ بسام، أي ثورة تحتاج إلى وعي من أبنائها، وعي بما يجري على الأرض وبالجوار وحتى في العالم. لو امتلك السوريون هذا الوعي لربما ما تسربت إليهم كل هذه الدول من بين أيديهم وأضلوعهم إلى الداخل السوري. هذا الوعي الضروري لدى الثوار، لدى السوريين، لدى المجتمع الثوري في سوريا، هل حملوه بعد هذه السنين برأيك؟ يعني أنا قلت لك أن هناك أخطاء قاتلة كانت موجودة، ولكن رغم كل ما جرى، هل انتصر بشار؟ كما قلت قبل الغزو الروسي كان بشار ساقط، وكان يتحدث عن أسابيع. اللي بدي أقوله بشكل واضح الآن، الشعب السوري لم يتحرر، ولكن الإنسان السوري تحرر. يعني منذ أن
منذ أن دمر أول تمثال لحافظ الأسد نستطيع أن نقول أنه تحرر. منذ أن خرجت مظاهرة بالحميدية نقول أنه تحرر. أمس بالأمس القريب كان هناك مظاهرات في درعا رغم وجود احتلال روسي وإيراني وللعصابة في درعا. اليوم هل يملك جيش؟ اليوم هل تستطيع روسيا أن تخرج من سوريا؟ بأكد لك تماما إذا خرجت روسيا وبقيت إيران لن يطول الأمر أكثر من شهرين وسيسقط النظام. اللي بتقوله بشكل واضح الآن نحن أمام موجة ثانية من الربيع العربي. وأعتقد تماما أن ما يجري اليوم في السودان وفي الجزائر سيلعب دورا كبيرا في تحديد مستقبل سوريا. كيف تتصور طبيعة الصراع في سوريا في المرحلة المقبلة؟ أنا راح أقول كلام واضح. إذا سيطرت روسيا على إدلب وعلى المناطق المحررة سوف ترى أمرا آخر. أنا بتذكر جميع بأمرين اثنين. الأمر الأول تشكل في الخارج ما يمكن تسميته بالشتات السوري، يتكون من ملايين السوريين. هؤلاء سيشكلون قوة ضغط كبرى وقوة دعم كبرى إذا ما كانوا منظمين، لكن لا يبدو الأمر كذلك حتى الآن على الأقل. الآن ليس الآن، الآن هم طلاب جامعات، هم رجال أعمال. على الطرف الآخر منذ 2011 حتى الآن هناك أكثر من 7 ملايين سوري تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و 13 سنة. هؤلاء لم يشاهدوا إلا القتل والخراب والدمار. والله يستطيعون قتال ليس روسيا فقط بل قتال العالم كله. بمعنى آخر لن تعود روسيا إلى الوراء تعيد حساباتها إلا إذا أدركت أنها لا تستطيع فرض الحل الروسي وإعادة إنتاج النظام. الجميع يعرف أن بشار وعصابته أيضا سيكون عبئا على الجميع، ولكن ليس الآن عندما طيب. تقوم دعني أنتقل إلى فرنسا. أستاذ باسل، يعني كما تعلم أن الجميع وضع أصابعه في سوريا ولديه مصالح ولديه قرار في الداخل السوري، وأضعف هذه الأصابع وأضعف هذه القرارات هي أصابع السوريين وقراراتهم. هل لدى السوريين رؤية أو تصور أو خيارات يستعيدوا من خلالها شيئا من المبادرة بالنسبة لهم طبعا لتقرير طبيعة الحل في سوريا مستقبلا؟ يعني للأسف لا, لا, لا نرى ولا نلمس، ولكن لديهم القدرة على فعل كثير، على فعل الكثير. إذا كان لديهم القدرة لا تلمس ماذا يعني؟ لا نلمس، لأن المعارضة أنت أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، وخاصة أن الصراع طويل وليس صراعا مدته شهر وشهرين، هو صراع طويل وقد يمتد لسنوات. أشرت أنت إلى مسألة تشكيل وعي السوريين، هذا أمر في غاية الأهمية، وهذا من واجب المعارضة السياسية والحقوقية والأهلية محاولة تشكيل وعي السوريين بكل شيء، ابتداء من فكرة أن العصا منفردة تكسر، ثم إلى وصول إلى أفكار أن ضرورة التخلص من العقائد والأفكار والإيديولوجيات البالية، ووعي أن كل سوري هو مواطن فقط، وعدم النظر إلى السوريين كقوميات وأديان وأثنيات. هذا العمل على الإنسان السوري على تشكيل وعيه، هذا أمر في غاية الأهمية. ثم هذا النظام ندرك جميعا ربما في بالمنطق وبدروس التاريخ أنه نظام ساقط وسيزول حتما، لأن حتى إسرائيل، لأن ليس طبعا لأن المعارضة أسقطته فقط لأن حجم جرائمه كارثية لا يمكن أن يقبلها لا أي عرف إنساني ولا ديني ولا شرعي ولا أي منطق يمكن أن يقبل هذا الحجم من الإجرام. حتى إسرائيل باتت تعرف أنه لن يفيدها، وحتى روسيا تعرف أنه باطني وغير لا يؤتمن، وإيران تستخدمه برخص. هذا النظام ساقط، لكن لابد من للمعارضة السورية من أن بالفعل أن تبدأ أن تنطلق من مبادئ جديدة وتسعى لأن ترسم استراتيجيات وتضع تكتيكات واضحة. لكن أستاذ باسل، من هي أستاذ باسل؟ كلام مهم حقيقة، أشهد لك بأنه كلام مهم، لكن من هي هذه المعارضة؟ يعني الآن أرجو المعذرة، أنت تعرف أن حتى في
حيثيات تشكيل هيئة التفاوض العليا وهي أعلى هيئة سياسية تمثل الثورة السورية أو المعارضة السورية الآن، يعني ثمة كلام كثير وثمة حصص بين الدول تتصارع لتولية هذا وذاك، وتعرف أن رياض حجاب استقال لأنه لم يرضى عن آلية تشكيل هذه الهيئة، أشياء كثيرة. من هي المعارضة التي سترسم الاستراتيجية وستصوغ وعي السوريين لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة؟ يا سيدي، أنا لا أتحدث عن معارضة ستنشأ بعد أسبوع أو بعد شهر أو عن هيكل تنظيمي هنا أو هيئة هناك، أنا أتحدث عن معارضة هذا الشعب الذي بدأ ثورته بهذه الطريقة كان لديه من الوعي الكبير بضرورة أن يقوم بثورة سياسية. هو قام بثورة سياسية وليس ثورة جياع قام الشعب السوري. هذا الشعب لديه من النخب التكنوقراطية الثورية ما يكفي لثورات وليس لثورة. هذه النخب مهمتها أن تبدأ أن كلام من التهميش. كلام سليم، يعني لديه تكنوقراط ولديه قدرات ولديه مواهب وإمكانات وعلماء ومفكرين، لكن المشكلة ثمة من يقول لك، وأرجو الاختصار حتى أنتقل إلى معي في الاستوديو، المشكلة في السوريين هي الفردية، الأنا، عدم القدرة على التنظيم. صحيح، هذا واحدة من مواصفات تلك التكنوقراط الثورية، أن تسيد الهم العام على الهم الشخصي، وإلا هذا ليس ثوري وليس وطني أساسا. هذا الإنسان الذي بده يتعامل بهذا الشكل، هذه النخب عليها واجب كبير، يجب أن تتحمل المسؤولية من الآن وصاعدا وتجد مسارات حقيقية للأيام المقبلة. طيب، أشكرك على الالتزام بالوقت. يعني أستاذ عبد السلام، الآن السوريون، وأنت يعني رئيس حزب سيظهر إلى النور بعد قليل، هل لدى السوريين، النخب السورية، تصور لآلية الصراع في المرحلة المقبلة؟ كيف، ماذا يمكن أن يفعلوا حتى يعيدوا لأنفسهم البهاء الذي حظي بتعاطف الكثيرين من العرب وحتى من دول العالم؟ تمام، أشكرك. سأذكر لك باختصار بعض الحلول. الآن حقيقة هو الحل القادم هو كما ذكر الأستاذ بسام، هو حل سياسي بامتياز. السوريون وعوا ذلك ويعملون لأجل ذلك، وهناك تحضيرات على مستوى أحزاب وتيارات إلى آخره، سواء ناشئة أو كانت قديمة، للاندماج والانضمام على مستوى الائتلاف والمجلس وما شابه ذلك، لتشكيل قوة وبنية سياسية قوية فاعلة حقيقية تشاركية تستطيع أن تقود المرحلة القادمة. الآن على المجتمع الدولي، أنا أوجه نصيحة للمجتمع الدولي، على المجتمع الدولي بما وجده من استعصاء سواء على مستوى الإدارة الأمريكية أو الروسية أو الإيرانية أو حتى دول الجوار، وجدوا استعصاء في اتخاذ القرار وفي تنفيذ قراراتهم، ظنا منهم أن الشعب السوري يستطيعون أن يعيدون هيكلة الشعب ليكون تحت مظلة حافظ بشار الأسد. دقيقة بس، تحت لكنه لن ينجحوا في ذلك، ولن ينجحوا في المستقبل. لذلك نصيحتي لهم أن يبدأوا ليرتبوا ويتعاملوا مع الهيكلية السياسية أو المعارضة الفاعلة السياسية، يستطيعوا من خلال هذه المعارضة أن يحققوا مصالحهم بما يتناسب ويتوافق مع إرادة الشعب السوري ويحقق مصالح مشتركة. نحن جاهزون لأي حل سياسي لحقن هذا الدماء ونعمل لذلك إن شاء الله. أشكرك. أختم مع الأستاذ بسام جعارة بدقيقة من فضلك. يعني هناك صراع مصالح كبير وتناقضات حتى بين الدول الكبرى وحتى الإقليمية، هل يمكن للسوريين أن يلعبوا ضمن هذه المساحات الكبيرة بين المختلفين بمصالحهم الاستراتيجية في سوريا؟ لن يستطيعوا أن يلعبوا أي دور إلا إذا نسوا الخارج. هذا الغلطة أو الكفر الذي وقعنا فيه يجب أن لا يتكرر. بدي أقول أمر مهم جدا، هذا النظام لم يتنازل عن أي شيء، ولكن دعني أقول ولن نعتمد لا على الأمريكان ولا غير الأمريكان، لن يسقط للأياد السوري ولن يتنازل ذرة واحدة، لأنه يعرف تماما إذا تنازل عن أصغر مطلب فذلك سيعني انهياره. بس بدي أذكر شغلة واحدة بسرعة، زيارة لافروف الأخيرة إلى الخليج قال لأحد دول الخليج أعطونا ساعدونا في إعادة الأعمار ونستطيع أن نقدم لكم ضمانات بإسقاط بشار الأسد. اللي بدي يقوله هذا الرجل يعني الآن رهينة بيد الاحتلالات الأجنبية كلها وخاضع للمساومات ولا يملك الحد الأدنى من إمكانية اتخاذ أي قرار، بينما الشعب السوري الذي لم يتحرر استطاع كبشر كإنسان أن يسقط حاجز الخوف، أن يملك إرادة القتال حتى النهاية ولو طال الأمر عشرات السنين.
أشكرك شكرا جزيلا، أشكر كل ضيوفي على التزامهم بالوقت. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد السلام البيطار رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الوئام، وكما أشكر عبر سكايب معي من باريس الأستاذ باسل العودات رئيس تحرير شبكة جيرون الإعلامية، وكان معي من لندن عبر الهاتف الأستاذ بسام جعارة الكاتب الصحفي. شكرا لكم جميعا ضيوفي الكرام، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في حراسة الله ورعايته.